راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. نتوما في لا فيديو تاع اليوم نقول لكم مرحبا بكم في القناه. رمضان كريم، كل عام ان شاء الله نتوما بخير، تصوموا ان شاء الله بالصحه والهنا. مرحبا بكم في يوميات رمضانيه الجزائريه في مصر. ان شاء الله تعيشوا معايا اجواء رمضان هنا في مصر. للاسف برا ما نقدرش، اما تعيشوا معايا ان شاء الله في الدار. اول حاجه حبيت منكم قبل على اللبسه، يعني دوك قلنا زوج فيديوهات وانا باللبسه هذه. صراحه هي اللبسه اللي نسرح فيها، هذه هي اللبسه الخفيفه يعني اللي تجي قدي دوك مادام عاني بالحمل ومادام كلشي خارجه. يعني هذه هي اللي باي ما يبقاوش تعليقات و يعني تعودوا نفس اللبسه ونفس هكذا. حبيت نشارك معكم اول حاجه. شوفوا شريتهم هادو راح راجلي البارح صباح جابهم لي وجاف عند حانوت هنا يعني قدامنا. شريتهم في اللون الغوز، شوف جايبهم لي، حاجة جديدة رمضان. على بالي هذا العام يعني كل عام نشوف حاجة جديدة، أما هذا العام الحجر يعني الواحد ما يقدرش يخرج. الواحد راح جابهم لي يعني البارح صباح. البارح كان أول رمضان، اليوم ثاني رمضان. البارح أول رمضان ما صورت لكمش، درت فطور جزائري البارح، وهبطت فطرت عند تحت عند بيت شيخ، يعني مفطرتش في داري. البارح درت شربة ودرت بوريك ودرت طاجين الحلو ودرت الحميس والفلون، درت الفلون ودرت زلابية. المهم فطرنا، هبطنا فطرنا عند بيت شيخ كي عاد أول يوم تاع رمضان، حبينا نفطرو تحت. واليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم، قلت ندير لكم صور لكم فيديو. حنا دوكا عندنا الوحده، يعني الوحده تاع العشوة. اصلا نوض صباح نوض الساعه 8:30، ما قدرتش رجليا كتلوني، ما تصوروش كفايه يعني نرقد ونوض نرقد ونوض، ما رانيش نرقد مليح خلاص. نصبر حتى ان شاء الله حتى نولد ان شاء الله. المهم اليوم راح ندير الفطور، والله ما على بالي واش راح ندير. عين بقره مزالت لي طاجين حلو يعني مزال لي من البارح. ندير شربه، ممكن ندير حميس، وراح نعجن ثاني مطلوع، ممكن نزيد ثاني حاجه معاه. ها والبوريك بلا ما ننساو هذا لازم. وممكن ثاني ندير قلب اللوز، قلت له اليوم ندير قلب اللوز يعني. المهم نشارك معكم وراكم معايا وتشوفوا الاجواء عندي كيف راهي، يعني اجواء حاسب، اجواء رمضان، اجواء رائعه. شوفوا شعلت الكوزين، تلقاو المصريين كامل معلقين هكذا في الكوزينات تاعهم، في الكوزينات يعني في الصالات في الصالو يعني في ديارهم كامل تلقاهم هكذا. حبيت انا ثاني نعلق كيفهم هكذا، تحسوا بجو رمضاني. وماما تهضر معايا تقولي كي تجي تجيبيهم، راح كي تجي تجيبي لي الزينه اللي راكي معلقتها. المهم نروح نبدا، وحنا راح نعجن المطلوع. حبيت نشارك معكم الوصفه بالنسبه للي سقساوني يعني اللي ساكنين هنايا، بما ان احنا عندنا دقيق لحشين. شوف الدقيق تاعنا. مهم انا هذه الوصفه جبتها من عند وحده ثانيه متزوجه مصري هنايا. عندي هنا ندير زوج كيلات تاع دقيق سميد، يعني الكيله اللي تحبوا. ندير ثاني زوج كيلات تاع فرينه، يعني خلاص سميد وفرينه. عندي عامين دوك وانا نجرب الوصفه تاع المطلوع يعني انا كنت حتى ليه غير هذه برك. عندي زوج كيلات، عندي فنجان زيت صغير، وعندي مغرفة كبيرة تاع خميرة. هنا عندي السكر والملح، يعني الملح ما عنديش نسبة معينة يعني، واحد عينو ميزانو. ها
هذا يخمر في الفريجيدار يعني ماشي برا. انا درت قليل كنت ملفا كندير يعني نزيد في الميزان، المره درت قللت يعني شويه بما انه احنا صايمين يعني به ما يقعد ليش. ان شاء الله تكونوا ما زربلتوش من هذو اللمبات. وهنا نعجن بالمدات، هاي ندير السينوج، غنشتي فيه السينوج. بنتي ثاني تهدر معايا شوف، وانا عجن بالماء الدافي نبلو يعني، ومن بعد نولينا عجنو. يا بيجي ويزوج مع انا نصغرهم يعني وقيل نزيد. شوفوا جات عجينة شوية، شوفوا قداه طيحت لي، يعني اللي تكون عندها طاجين كبير طيح لها غير واحدة. لما الفم كيل اكثر صح، هذا المرة قلت ساكبنا يعني صايمين. خلي هذا العجينة ونبلع عليها عجينة واحدة أخرى بس كذي جتني قليل به نصحرو ثاني. وهنا زدت عجينة واحدة أخرى، شوفوا بدات طايحت لي دوكا. هنا نجيبنا عجنة. المهم بالنسبة للفطور قال لي ديري لنا شربة والبوراك أكيد، هذه ما والحميس، وقال لي ديري لنا زيتون ان شاء الله طاجي تاع الزيتون. المهم بالنسبه للماكله يعني البارح درت مائده جزائريه، ما اليوم ثاني ندير ماكله جزائريه. والمصريين يعني المصريين ياكلوا كما نقولوا يديروا، الطبق المفضل عندهم في رمضان هو المحشي. ان شاء الله هنجرب معكم المحشي تاع ورق العنب والراوز ثاني، هما يعني الراوز دائما. ويديروا مقرونه دوك نغطيه ونحطوه في الفريجيدير، يعني كي تشوفوا خمر نحيوه يعني حتى يطلع مليح. هنا بعد ما كملت عجنت المطلوع درت الفلون، او اليوم درت فلون تاع شيكولا كيما راكم تشوفوا. هذا اللي جبته معايا كيما جيت، خليته حتى رمضان سبحان الله. ودرت سلطة، هذا الفريك اللي بعثته لي ماما، كنت حطاته في الكونجيلاتور يعني به ما يفسد ليش، حطيته من نهار جبته حطيته في الكونجيلاتور بسكو كان عندي يعني خلاص لي مع رمضان قد هو والكزبر. وهنا كيما شفتوا درت عين بقرة، طاجين الحلو احنا نقولوا الطاجين الحلوية. ثاني درت الروز يغلي به ندير ماسيدوان. هنا ثاني جبت الفلفل، ما قدرتش نكمل نوقف في الكوزينة، جيت قعدت وقعدت نقطع في الفلفل. وهنا راح ندير قلب اللوز. انا قلب اللوز درت يعني جربت من قبل تاع ام وليد، وهي اللي نجحت معايا يعني ما نبدلهاش بحتى وصفه خير من ما ينجحوش معايا ونحصل. المهم هنا الشرجات انا ندير كاس ونص تاع سكر، يعني الوصفه تاع ام وليد اي عندها قبل 4 سنين ملي دايرتها، يعني مش وصفة جديدة تاع العام اللي فات ولا، هذه وصفة قديمة وجربتها ثاني أول رمضان. هنا كي جيت هنا أول رمضان درتها لهم وعجبتهم. كاس ونص سكر وثلاث كيسان تاع الماء.
شوفوا هذه القرعة شريتهم فين، طلبتهم أونلاين جايو. هذا اسمه هذا يعني كانوا رسوم يلعب عندهم في رمضان، واسمه بوجي وطمطم، مشهور مشهور هنا عندهم. المهم هنا نخليها تغلي على النار متوسطة، كي تغلي نحسب لها 10 دقايق ونطفي ونزيد لها المظهر. المظهر بالنسبة لي ساكنين هنا أنا شريت هذا، هذا مركز يعني ماشي كيما تاعنا، هذا يعني تحطي غير مغرفة ولا بنتي تحسبو قازوز نحط منه غير مغرفة ولا برك. المهم هنا كيما قلت لكم ندير انا قلب اللوز تاع ام وليد، هذيك هذيك هي اللي صلحت لي. اما بالنسبه للدقيق اللي يسكنوا هنايا نستعمل الدقيق تاع البسبوسه، نشريه بالميزان يعني. كاين اللي يتباع في تباعكم نقولوا في ساشيات كيما الفارينة تاعهم تاع البسبوسه، اما يجي مخلط مع السكر، يجي خلط مع كل شيء يعني واجد. اما انا نشري تاع الميزان يعني يكون وحده ما مو مخلط، ماشي مخلط مع حتى حاجه. شوفوا انا نقفل وبنتي تحلي في القدر. المهم هنا وهنا حطيت ثاني الزبده تاعي الذوب. هنا راح ندير طاجين تاع الزيتون، الزيتون انا نخدمه كيما قلت لهم بزدر تاع الدجاج. وهنا قلب اللوز تاعي حطيتها في الصينية، يعني خرجت روعة. أما وشني خرجت لي حلوة بزاف، يعني اللي يقل واحد ينقص السكر، ما يديرش كيما دارت هي السكر. أنا جاتني حلوة، مرة الجاية إن شاء الله نولي نقص لها السكر. قلب اللوز تشبه للبسبوسة تاعهم هنا، هما يقول لها بسبوسة، تشبه لها بزاف. وهنا كملتها درت بالمغرفة يعني من الفوق برك، وصنعت هكذا درتها بالكوكاو. هنا جيت كملت ننصب في طاجين الزيتون تاعي. كاينه وحدة البنات سقستني على الزيتون، انا هذا هو اللي نشري هنايا، كاين المقطع وكاين هذا. نخلطو مع صدر تاع الدجاج يعني ونديرو. المهم هذا هو، انا هذا هو اللي عجبني هنا، ويعني ماشي مش مخلل ولا ماشي مر ولا مليح، ما حبش تتحرك. احنا ديجا راه اذن عندنا العصر، راهي عندنا 3:30 والمغرب ياذن على 6:30 نورمال، هي 6:30 6 راح اذن على 6. وهنا رحيت الزيتون تاعي مع نص تاع الزدر تاع الدجاج، و وخلط له شويه لاشابليغ، ودرت له ثاني شويه معدنوس، وديروا له الملح يعني. وهنا شنو اللي شافكم لي الله يبارك، شوفوا كيف هاد طلع. المهم هنا نحاول اني ما يعني ما نفشوش، نقرصو ونزيد نخليه ان شاء الله يخمر لي يعني شويه هكذا يعني يطلع شوي، ومن بعد نولي نطيبه. هنا كملت قرصت المطلع تاعي، جاوني 3، اما يجيو صغار بالنسبه لي انا. الطاجين تاعي كيما قلت لكم انا نحط طاجين هذاك اللي عندي اللي نطيب عليه الكسره، ونحط فوقه شبيكه عليها يشكل لي يعني لا فورم تاع المطلوع. وهنا حطيت زيتون تاعي، خليت بعد ما طاب الدجاج طرف الدجاج اللي حطيته. وهذه هي قلب اللوز كما راكم تشوفوا بعد ما طابت. وهذا هو الفطور نتاعنا، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. هذا هو المطلوع، كاين زوج مطلوع درتهم خشين وواحدة درتها رقيقة. بالنسبة لي انا نشتي المطلوع الخشين. وهذه هي القلب اللوز، شوفوا الشكل تاعها النهائي يعني تجي روعة. كما قلت لكم خرجت لي غير شوي حلوه. المهم هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله نشارك معكم روتينات اخرى اذا عجبكم طبعا. خليوا لي في التعليقات وان شاء الله نشارك معكم.